والله تعرف توا بعد ماتش الناس الكل كيف ما حكينا خسارة قاسية وتوجعنا برشا الناس الكل برشا روغري برشا حسرة. نعرف اللي حبينا نمشي وكيف ما حكينا لبعيد كانت عندنا الإمكانيات واني كونسيون اللي كنا نجمو نعملو خير من هكا. الغالب هذا اللي حصل اليوم ماتش ما كناش في النيفو ابيتويال عندنا كنا نجمو نعملو ما خير. هذه حاجات تصير في الكورة صحيح حاجات في وقت فاز اليميناتوار ما عندناش الحق باش نغلطو مالوريزمون هذا صار. اليوم كيف ما قلت سارا ريان تو باش نبقوا نعطوا في ديزاناليز ولا كذا نعرف اللي الشعب من حقه باش يعرف برشا حاجات والناس كل تحب تعرف شنو اللي صار بالضبط. ما ثماش حاجه اكسترا سبورتيف ولا حاجه كما يتوقعوها الناس سيتي ان جور سون تو نعملوا دي كونستا تيتروبوزي نعملوا ليزاناليز نتاعنا كومبيتيسيون كيما فيها برشا حاجات نتعلموا منها فيها برشا حاجات باهيه زاده ثم ان ويو اللي بشر بكل خير ثم حاجات كيسو كونفيرم ثم غلط موجوده لا انت تحب تراها هكا فشل انا راه قلت لك من قوسين طبعا و... لا لا خاطر مشكله قديمه هي رايك حر معناتها انت حر كونك ترى اذا كان هذا فشل احنا نشوفوا اللي براتيكمون من سبتمبر انا دخلت مع المجموعه في جوي من سبتمبر لتو عملنا تقريب 6 ماتشوات في الفاز دو كاليفيكاسيون عملنا 6 ماتشوات في الكوبا راب اليوم 5 ماتشوات يظهر لي 17 ماتش في ظرف 4 ولا 5 شهور عنده مده المنتخب ما عملش الكم هذا نجحنا في بعض المباريات نجحنا في ديزيشيونس هذه نعتبروها ما حققناش الاهداف نتاعنا دونك على الاقل على الاقل كان المطمح نتاعنا كونه نمشيو للنصف النهائي وفعلا معناتها كنا قادرين نمشيو للنصف النهائي ونمشيو حتى لبعيد سورا ماتش ما كناش موافقين التورنوا الكل فيها برشا ما يتحكى كيف ما حكيت لازم تتروبوزي لي كونستا ما يصيروش توا بعد 24 ساعه لازم الناس الكل الاداره الفنيه لازم احنا كاطار فني نعملوا التقارير نتاعنا نعملوا ليزاناليز نتاعنا باش تكون حاجات معناتها على اسس موضوعيه اكثر منها تشنج والا دي رياكسيون في وقت كيف هناك.